علاش تشري وانت قادره تحضري في البيت؟ تحضري لوليداتك، وكذلك ينفعك ايام رمضان، ينفعك في الفطور وكذلك في السحور. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاج لتر واحد من الحليب، سكر سنيده حسب 2 معالق، ياغورت عاقد، الاهم انه يكون عاقد وباي نكهه كتفضلوا، حليب بودره، وكذلك السكر بالنكهه ديال الفان. كناخذ الحليب ديالي كنديرو في كسرونه وكنخلي تقريبا شي ربع كاس اللي كنخليه جانبا، كنحط الحليب ديالي فوق النار باش يغلى ليا. وكذلك كناخذ البول ديالي اللي كندير فيه سكر سنيده وكذلك سكر بنكهه الفاني وكذلك الياغورت، حليب نيدو، وكنخلط مزيان بالفوي. كنرجع للكسرونه ديالي اللي فيها الحليب اللي فوق النار وكنبقى مراقبها، ولا كانت بدات كتكون ليا ديك القشره اللي كتكون ديال الحليب فكنحاول نحيدها، وكنبقى مراقبها حتى كيبدا يغلى ليا الحليب ديالي. من بعد ما كيغلى فكنخليه حساب دقيقه هو فوق النار، لان عندي هنا الحليب مبستر. الا كان عندكم الحليب ديال البكر فالدنيا هانيه، يعني يمكن لكم تفاداو هذه العمليه. من بعد فكنحيد الحليب ديالي وكنحطه فوق سطح العمل حتى كيبرد ليا. فبالنسبه للتجربه فكنجربو بصبعي الصغير، يعني غير كنشوف درجه الحراره بصبعي الصغير، الا كان صبعي الصغير قدر يستحمل درجه الحراره ديال الحليب فعندي الحليب هنا واجد. فكنهز مغرفه منه وكنضيفو الخليط ديال الياغورت اللي حضرنا، فكنضيفو حتى كيتخلط ليا مزيان، عاده كنضيف ديك الكميه ديال الحليب اللي باقا عندنا. وفي هذا الاثناء كنحط الكؤوس اللي غادي نحضر فيهم الياغورت. اي نوع ديال الكؤوس يمكن لكم تحضروا فيهم هذا الياغورت. بالنسبه لي انا عندي هذه الكؤوس بالغطايه ديالهم، هذاك الشيء هو اللي غنخدم بهم. فكناخذهم وكناخذ واحد الدواس اللي كنبدا نصب فيه الخليط ديال الياغورت ديالنا حتى كنعمرهم. هانتوما فكندير الكميه اللي انا باغا ديال الياغورت، وكذلك كتوقع على حسب الحجم ديال الكؤوس اللي انا باغا نحضر فيهم الياغورت. من بعد ما كنكمل الياغورت ديالي فكنشد الكؤوس وكنسدهم بالسداده ديالهم، يمكن لكم كذلك تغلفوهم غير بالفين. كنستفهم في الكوكوت ديالي. من بعد ما كنستفهم فكناخذ الماء اللي خليته غلا في كل بوطه وكنديرو في الكوكوت، يعني كنديرو حدو حد
يعني النصف ديال الكوكوت. هانتوما كما هو موضح يعني ماشي نعلي حتى نوصل، لا غير النصف ديال الكوكوت ديالي او النصف ديال الكؤوس. من بعد نسد الكوكوت ديالي وكندير له الصفاره وكنغطيها مزيان. بالنسبه لهاد العمليه فانا كنديرها في الليل وكنخليها حتى الغد، عاده كنحل الكوكوت ديالي وكنلقى الياغورت ديالي واجده. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا حساب شحال من ساعه فهي كتحضر في 7 سوايع. بالنسبه لي انا في الغد ملي فقت فغادي نحل الكوكوت ديالي هانتوما. شوفوا الكؤوس بديت كنحلهم هانتوما، فراه كيبان لكم الياغورت راه عاقد. هانتوما واخا كلبت الكاس فراه كيبان لكم الياغورت عاقد، وتا هذا اللي يعني مغطيه بالفيلم فكذلك حتى هو كيعقد. فهادو هما الكؤوس ديالي، فغادي نستفهم في واحد البلاطو وغادي ندخلهم الثلاجه حتى غيبردوا ليا. بعد ما بردوا لي الكؤوس ديالي فشوفوا هانتوما، شوفوا الياغورت كي كيجي عاقد هانتوما. يعني الا شتي تقول بان احنا مصايبينو بالحليب ديال البكر وحنا غير بالحليب العادي المبسطه اللي كناخذو من الحانوت هانتوما. ومن بعد فكناخذهم وكنسدهم بالغطايه ديالهم اولا بالغلاقه ديالهم وكنخليهم في الثلاجه، يعني اللي بغاهم من يعني من موالين الدار فكياخذهم وكياكلهم. وكذلك يمكن لنا نحضرهم للوليدات ونصيفطوهم معاهم للمدرسه، فراه كيجيو ساهلين وكذلك كيطيحو عندنا اقتصاديين وصحيين. هنا الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو، كنتمنى ان الفيديو ديالنا يعجبكم وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء والاحباب كذلك. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالنا اول مره وعجبهم المحتوى ديال القناه ديالنا فما ينساوش يبارطاجيوه مع العائله، وكذلك يضغطوا على الاشتراك ويضغطوا على زر الجرس باش يتوصلوا بالجديد ديالنا. دمتم في رعاية الله والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.